السلام عليكم جاتنا دعوه من اكتيفيجن لحضور حدث جدا مهم للعبه ديستني 2 وكان المعرض جدا رهيب والحدث كان اكثر من رائع وكانت لي الفرصه اني اجرب اللعبه وجربت اللعبه لاكثر من طور جربت طور الاونلاين حق الكاونت داون وايضا جربت طور الاسترايك وايضا جربت طور القصه بتكلم عن انطباعي وتجربتي للعبه اللي شفتها في المعرض اول نقطه راح اتكلم عنها اللي هو الجرافكس. هل الجرافيكس تغير في الجزء الثاني ام لا بصراحه باللي انا شفته ما تغير الكثير من ناحيه الجرافيكس هو شبيه بالجزء الاول بس لكن في تحسنات في الجزء الثاني يعني من ناحيه تحسنات الافكتس حسنوا في الافكتس من ناحيه الامطار ومن ناحيه الشراره اللي تشوفها النيران الالوان هذه بصراحه تحسنوا فيها الكثير. والنقطه الثانيه راح اتكلم عنها اللي هو التحكم والحركه تحكم الحركه هو شبيه بالجزء الاول ما غيروا فيه اي شيء بالعكس هذا يعتبر ايجابيه لان لانه التحكم والحركه كان في الجزء الاول كان جدا ممتاز وايضا ثقل الشخصيه والتحكم فيه مثل الجزء الاول حتى اماكن الزره مثل ما هو وايضا زي ما شفنا بالعرض انه كان في انواع جديده من السوبر وشفنا السوبر حق التايتن الجديد اللي هو المعاد الدرع يقدر يصد فيه وايضا يقدر يرمي الدرع وايضا شفنا السوبر حق الهنتر اللي معاه مثل السهم يقدر يتفادى الرصاص ويقدر يتحرك بسرعه ويقدر يقاتل الاعداء فيها بس لكن للاسف الشديد ما قدرت اجرب السوبر حق التايتن والهنتر الجديد ولكن اللي جربته هو السوبر حق الورلوك الجديد بصراحه كان جدا رائع ورهيب انك تنط بالجو وترمي عليهم نيران من, من السيف حقك كان طلقاته جدا رهيبه وقوته مره قويه وزي ما انتم شايفين استخدمته اكثر من مره وكان مره فعال ورهيب بصراحه استمتعت فيه وكل ما يخلص السوبر كل ما ودي انه بسرعه ينشحن عشان استخدمه مره ثانيه <متارك> لكن بالنسبة للتايتون الهنتر السوبر اللي حاطينه هو أصلا السوبر موجود في الجزء الأول ولكن عليه بعض التغييرات الهانتر كان فيه الجولدن جان بس ولكن ما لاحظت انه في اي تغيرات فيه اما السوبر اللي حاطينه للتايتن اللي هو سترايكر اللي يصقع الارض ولكن في تغير جدا جميل ورايح حطوا فيه، اول كان في الجزء الاول انك تصقع مره واحده الارض اللي تسوي فيها الاهتزاز وبعدين يخلص ولكن في الجزء الثاني احلى شيء سووه انك تقدر تصقع الارض اكثر من مره واول ما تفعل السوبر حتقدر تجري بسرعه جدا هائله عشان تلحق الاعداء وتقدر تصقع ضربه الارض اكثر من ثلاثة او اربع مرات. واضافوا كمان حاجه جدا رهيبه في الجزء الثاني اللي هي الابيلتيز او القدرات ان اول كانت بس حاجتين عندك الان صار عندك ثلاثة قدرات يمديك تستخدمها القدره الثالثه كيف تستخدمها انك لازم تضغط على زر الجلوس تعلق عليه لمده ثانيتين او ثلاث ثواني عشان تفعلها والقدرتين الباقيه هي مثل ما هي في الجزء الاول انك يا يعني انه قدره في القنابل او قدره في الميلي حقك انك تضرب بالسكينه او بيدك والقدرة الثالثة اللي جربتها جربتها في الورلوك الورلوك عنده قدرة إذا علقت على زر الجلوس لمدة ثانيتين حيسوي مثل الدائرة حوالينه هذه الدائرة يا أنك تخليه يعالج نفسه أو أنك تغير القدرة أنه يخلي الضرر حقه أعلى أما بالنسبة للتايتن فعنده قدرة جدا حلوة اللي هي مثل الشيلد تقدر تفتح قدامك جدار عشان تحمي نفسك من الطلقات اللي جايت لك فهذه جدا حلوة تنفعك بعض الأوقات تفك لك أزمات ايضا في الجزء الثاني غيروا بعض الاشياء من ناحيه الاسلحه عن الجزء الاول، الجزء الاول زي ما انتم عارفين في الخانه الاولى في البرايمري حتلقى بعض الاسلحة فيها اليمنتس او عناصر مثل الفويد void والارك والسولار وايضا معروف اماكن الاسلحة مثل الهاند hand cannon رايفل rifle وايضا الاوتو rifle حتلقاه دائما في الخانة الاولى اللي هو الـ primary weapons والسنايبر تلقاه في السكند وايضا في الخانة الثالثة الاخيرة تلقى فيها اسلحة مثل الـ heavy machine gun اللي هو الخلاط وايضا الركت لانشر اما في الجزء الثاني اللي غيروه في البرايمري primary مستحيل تلقى عليه اي عناصر مثل الفويد void والـ والسولار وايضا ممكن تلقى الاسلحه اللي موجوده في البرايمري تلقاها في السبيشل بس يختلف فيهم بينهم انه على المنتس يعني على سبيل المثال الهاند كانون تلقاه عندك في البرايمر ويبن وايضا تلقاه في السبيشل يعني تقدر تشيل اثنين هاند كانون بس ولكن اللي يفرق بينهم في البرايمري ما تلقى عليه المنتس او عناصر ولكن في السبيشل حتلقى راح يكون عليه يا المنتس من ناحيه سولار او ارك او فويد اما بالنسبه للشوت جان والسنايبر بالجزء الاول كنا نلقاه في الخيار الثاني اللي هو السبيشل ويبنز اما الان في الجزء الثاني صار حاطينه في الخيار الثالث اللي هو مع الهيفي ايضا في الجزء الجديد شفنا بعض الاسلحه الجديده مثل الجرنيد لانشر وايضا شفنا بازوكا تطلق اربع صواريخ في نفس الوقت وايضا شفنا السب ماشين اللي هو الرشاشات الصغيره اللي ما شفناها في الجزء الاول يعني في الجزء الثاني راح نشوف اسلحه باشكال جديده وهذا شيء جدا جميل والان بتكلم عن طور الاونلاين وايش الاشياء اللي جربته وايش الاشياء الجديده اللي, اللي شفتها وايضا في طور جديد جربناه اللي هو الكاونت داون طور كاونت داون هو شبيه بطور سيشن دستروي في كول اوف ديوتي بس لكن في بعض الاشياء يفرقها عنه اول شيء تبدا فيه جوله انك مهاجم وجوله انك تدافع ويكون في الخريطة في مكانين لازم تفجرهم فانت لما تلعب اول شيء في الجولة انت مهاجم لازم تروح على المكان واحد يا A يا B وتفجرها ولما تكون مدافع لازم تدافع عنه. لان لما الوقت يخلص او انك تقتل جميع الاعداء اللي ضدك وايضا عندك اربع محاولات لانعاش اصحابك ولكن اذا كلهم ماتوا والانعاش حقك خلص تعتبر انك انهزمت في الجولة واول فريق يفوز في الست جولات يفوز في الجيم وايضا اضافوا شي جديد في الاونلاين في الجزء الثاني تقدر تعرف من الفريق اللي ضدك عنده سوبر وايضا اللي معاك تعرف مين عنده سوبر زي ما انتم شايفين في على الشاشه يبين من عنده سوبر وايضا يبين مين مات فتقدر تاخذ حذرك اكثر هذا شي جدا حلو والحين نوصل لاهم نقطه اللي هو كيف راح اللعبه تشتغل على البلاي ستيشن برو الخبر الأكيد انه راح يشتغل على 4K بس هل حيشتغل على 30 فريم 60 فريم ام هل حيكون فيه الخيار انك تقدر تشغلها على دقه 1080 على 60 فريم على 4K 30 فريم ما في ما في اي اخبار اكيده بس لكن حتى الان يقول لك ان اللعبه راح تشتغل على 4K 30 فريم بس ما جابوا اي سيره عن ال 60 فريم وايضا بالنسبه للاكس بوكس سكوربيو ما في اي اخبار حتى الان اما بالنسبه للبي سي راح يشتغل على 4K وايضا الفريمات حتكون لا محدوده يعني على قوه الجهاز حقك راح يعطيك فريمات يعني تقدر توصل الى 300 فريم على اهم شيء قوه الجهاز حقك كم يقدر يوصلها بعد تجربتي للبي سي بصراحه شفت فيه فرق هائل عن الكونسول يعني حتى الملامح والالوان والجوده والرسوم مرة واضحة بصراحة على البي سي، وأيضا الفريمات لما تكون 60 يعني ولا أعلى من 60 لاحظت إنه في فرق، بصراحة شغالة اللعبة مثالية على البي سي، أما النقطة الرئيسية والمهمة إنه اللعبة ذي الجزء الثاني قالوا عنها إنها بداية جديدة للعيبة ديستني، يعني الأشياء القديمة اللي شفتها في الجزء الأول أغلبها ما راح تكون موجودة، من ناحية أبيلتيز، خصائص، كلاسات، أسلحة، أغلبها ذي كلها تدمرت في المدينة وتخلصت عليها، فمثل ما يقولون إنه انسى الماضي وتقدم للمستقبل, للمستقبل ف اللي يتكلم عن الاشياء اللي موجوده في الجزء الاول ايش حيكون فيه؟ في بعض الاشياء، بعض الخصائص، بعض الكلاسات ممكن تلقاها موجوده، مثل السوبر حق الجولدن جان وايضا السوبر حق السترايك حق التايتن، حتلقاها موجوده بس اغلب الاشياء من ناحيه الاسلحه ان ما كانت كل الاسلحه ما موجوده اصلا من الجزء الاول عشان حتبدا بدايه جديده، حتبدا باسلحه جديده، وحتبدأ بكل حاجه جديده، حتى الشخصيه حقتك حتبدا منها من اول وجديد. وكذا نوصل لنهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وانطباعي وتجربتي للعبة وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة كان معكم عمران حازمي ومع السلامة